متتبعي قناة صوت العدالة، أهلا وسهلا بكم. اقترب موعد المباراة التي ستجمع جمال بن صديق البطل المغربي وريكو فيرهوفن الهولندي، ويأتي هذا النزال بعدما انهزم البطل العالمي في الوزن الثقيل للكيك بوكسينج المغربي بدر هاري أمام خصمه الروماني من أصل نيجيري بنجامين أديكبوي بالضربة القاضية في النزال الذي جمعهما في قاعة سرية بمدينة روتردام الهولندية ضمن البطولة العالمية غلوري للوزن الثقيل. هل سيفعلها بن صديق مجددا ويهزم ريكو وينتقم لمواطنه بدر هاري؟ هذا ما سنراه في موعد المقابلة، وإن شاء الله نتمنى الفوز للبطل المغربي جمال بن صديق. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.